أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة بفيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الميزان لشهر سبتمبر 2021. يتطلب برج الميزان شهر سبتمبر إجراء تصحيحات مناسبة لتنمية العلاقات. إن لم يكن ذلك ممكنا فابحث عن بديل أفضل. سوف تحصل شخصية برج الميزان على المساعدة من جوانب النجوم، وستكون الأهمية على علاقات الحب، وسيكون التركيز على العلاقات. يعتبر منتصف الشهر مناسبا للدخول في علاقات من خلال الكاريزما التي تتمتع بها، وسيكون هناك تفاهم جيد مع شريك حياتك وأطفالك. ويجب أن تحاول إبقاء الأمور العائلية بعيدا للحفاظ على الانسجام في الحياة الزوجية. فالآن من الأفضل أن تحافظ على عقلك وتتخذ قرارا أكثر استنارة في وقت لاحق. في هذا الوقت عليك أن تدع حدسك يقود الطريق وستكون ناجحا. قد تكون لديك الرغبة في التعبير عن شعورك الحقيقي قريبا لمن تعتبرهم مهمين. احذر من الأشخاص غير الموثوقين بهم الذين استفزتهم بأفعالك وهوسك بالعظمة الذي غالبا ما يؤذيك. انطلق لإعادة التفكير في خططك للأنشطة الجديدة. إذا كنت تعتبرها مربحة لك وسط هذه الدورة، يجب أن تكون حذرا عند اتخاذ قرارات مهمة وتغيرات طائشة. قم بتقييم مناقشة أفكارك الجديدة. الفوائد المالية في متناول اليد، لذلك لا تخف من التصعيد والمطالبة بما تعرف أنك اكتسبته بحق. قد يكون من الجيد الاستقرار مع بعض كتيبات السفر والتخطيط للاستراحة في مكان غريب. عاطفيا، توقعات برج الميزان عاطفيا لشهر سبتمبر. في بيت الحب الخاص بك خلال هذه الفترة ستظهر أحداث مواتية للغاية، مما سيزيد من ميولك العاطفي الفطري. لا يمكنك تخمين ما يفكر فيه شخص ما، لذلك ستحتاج فقط إلى التحلي بالصبر والانتظار حتى تحصل على منظور أوضح. قابل أشخاصا يمكنك التفكير معهم في توسيع نطاق عملك. إذا كنت قد وافقت بالفعل على التحدث، امتلئ بالمشاعر المتفائلة. مهما حدث من حولك ستجلب لك محاذاة الكواكب الحالية أخبارا جيدة قريبا، وستستمتع كثيرا برحلة إلى مكان اجتماعي محلي أو ربما نزهة في مكان ما في البلد. قم بتحليل أفعالك وانتقد إجراءاتك وأهدافك وتطلعاتك. سيكون لديك فرصة لتحويل حلم قديم إلى حقيقة. كن حذرا إذا كنت تريد تجنب مسار العمل الخاطئ. وستهيمن الرومانسية على توافق الميزان خلال شهر سبتمبر. سيكون الحب لطيفا ومريحا. أنت تبحث عن الإثارة في العلاقات وستجرب أشياء جديدة. سيهيمن عدم الثقة على العلاقات الزوجية خلال بداية الشهر، ومع ذلك سيكون هناك رومانسية وعاطفة بسبب تأثير كوكب الزهرة، وهذا هو الوقت المناسب لتخطيط لطفل. سيحصل الأشخاص العزاب على عدد من الفرص للدخول في علاقات حب. يمكنك استخدام ذكائك لجذب العشاق المحتملين. توقعات برج الميزان للأسرة لشهر سبتمبر. لا تبشر بالخير فيما يتعلق بشؤون الأسرة. قد تكون الجوانب الكوكبية مشؤومة وسيؤدي بشؤون الأسرة، وسيؤدي ذلك إلى صراعات وخلافات في محيط الأسرة، والعلاقات بين أفراد الأسرة لن تكون متناغمة. يجب عليك بذل جهود جادة لاستعادة السلام والوحدة بين أفراد الأسرة. سوف يتأثر الأطفال سلبا بالبيئة الأسرية، حتى التكوينات النجمية لا تساعد في تطويرهم التعليمي. إنهم يميلون إلى سوء التصرف مع كبار أفراد الأسرة والغرباء، ويجب مراقبة أنشطتهم واتخاذ الإجراءات الصحيحة. توقعات برج الميزان صحيا لشهر سبتمبر. يتوقع أن تكون الصحة استثنائية هذا الشهر. فإن جوانب النجمة مواتية لن يكون هناك تكرار للاضطرابات المزمنة، ويمكنك الاعتناء بالمشاكل الصحية الصغيرة من خلال العناية الطبية العادية.
مع التمتع بصحة جيدة ستكون تصرفاتك مبهجة وإيجابية. يجب أن تستمر في اتباع أنظمة اللياقة البدنية المنتظمة والنظام الغذائي الجيد، وعليك الحفاظ على صحتك. يمكنك تقليل التوتر بالتوقيت المناسب لأنشطتك، سيكون تقنيات الاسترخاء مفيدة. توقعات برج الميزان مهنيا لشهر سبتمبر. يتنبأ للوظيفة بأن المحترفين سيواجهون صعوبات في حياتهم المهنية. المواقف النجمية ليست مفيدة، وسيؤدي ذلك إلى علاقات سيئة مع الزملاء وكبار السن. يصبح الالتزام بالجداول الزمنية الخاصة بك لإنجاز المشاريع أمرا صعبا. قد تتمكن من إحراز بعض التقدم بمساعدة جهات الاتصال الاجتماعية الخاصة بك. كل عملك الشاق سينتج عنه مكاسب لا تذكر. يمكن الحفاظ على الصحة النفسية باللجوء إلى الممارسات الروحية. اعتني تماما بمهامك المهنية، وقد تخلق طاقة هذه الدورة نوعا من المزاج الذي تجد نفسك فيه منوما مغناطيسيا. ستكون في المكان المناسب في الوقت المناسب، ولكي تكون ناجحا ما عليك سوى اتباع حدسك. تشجعك المحاذاة النجمية على الإبطاء وتقدير ما لديك. كن حذرا خلف عجلة القيادة. إذا كان بإمكانك تجنب ذلك فمن الأفضل عدم السفر. سوف تحصل على عرض مفاجئ، ولكن عليك أن تكون حريصا على أموالك. فكر فيما إذا كان من مصلحتك الموافقة على مقابلة أشخاص جدد. توقع أنباء مشكلة عدم الوفاء بالوعود والالتزامات. قد تحتاج خططك إلى إعادة هيكلة. قم بإنهاء ما طال انتظاره والوفاء بوعودك. توقعات برج الميزان ماليا لشهر سبتمبر. تشير التوقعات لرجال الأعمال أن تكون مربحة للغاية، مع ذلك الجوانب الكوكبية واعدة، وهذا سيساعد المصدرين والتجار، وسيتمكن تجار الفنون الجميلة من جني أرباح من تعاملاتهم. سوف تحصل على دعم جهات الاتصال الاجتماعية الخاصة بك في تطوير أنشطة عملك. هذا الشهر مناسب لرجال الأعمال لبدء مشاريع جديدة. المضاربات والاستثمارات ستعطي أرباحا جيدة. توقعات برج الميزان للتعليم لشهر سبتمبر. تعتبر التوقعات لعلامة برج الميزان مشجعة جدا للتطور التعليمي للطلاب. الجوانب النجمية إيجابية، وهذا سيجعلك حاد الذهن. سيساعد هذا في إدارة دراستك بشكل جيد واجتياز الاختبارات بشكل أسهل. لن يواجه طلاب التجارة والاتصالات مشكلة في دراستهم، ويمكن مسح الاختبارات التنافسية بسهولة والدراسات العادية والتوجيه المعتاد كما يستحق. سيحقق الطلاب الفنون الجميلة أداء جيد إذا بذلوا مجهودا صغيرا. توقعات برج الميزان للسفر لشهر سبتمبر. التوقعات ليست مفيدة لأنشطة السفر هذا الشهر. تجعل المواقف الكوكبية السفر إلزاميا للمهنيين ورجال الأعمال، لكن المكاسب من هذه الرحلات مشكوك فيها. أنت تفشل أيضا في اكتشاف المجالات جديدة للنمو. سيكون هناك الكثير من السفر الداخلي، رحلات العطلات مع أفراد العائلة والأصدقاء لن تمنحك المتعة المتوقعة، وبالتالي سيكون من الحكمة قصر مسارك سفرك على الرحلات الضرورية فقط.